بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لأن دائما في نطاق تعريف بمظلومية ديالنا سنواصل يوميا يعني نشر فيديوهات توضيحية ومن أجل كشف الحقيقة وتجاوزات والثغرات التي شابت الاعتراف اصلا بهذه المظلوميه وب يعني الكيفيه اللي تم بها الحل وكيف تم احتساب يعني ضحايا ليسوا بالاصلي بالضحايا الاصليين والاساسيين في هذه المظلوميه. وضحنا بزاف ذاك يعني في فيديوهات سابقة وعرفنا باستفاضة كيف أنهم ليسوا بالضحايا الأساسيين، بل بالعكس الضحايا الأساسيين اللي على أساسهم فعلا كانوا بغاو يجبروا الضرر ويردوا الاعتبار ويعني ويعترفوا بالمظلومية ديال اللي اقترفوا حق الفئة اللي فعلا ضررت، اللي توظف بالسابع والثامن زونسيان كومباتون لي بريمي من الدون كما تنقولوا، وهم فعلا ضحايا المادة 112 كما اشرت الى ذلك. داكشي علاش يعني في النظام الاساسي اللي اجهز عن جميع المكتسبات وجاء بالامتيازات التي اشرت اليها سابقا، هي من بينها الترقي الى السلم 11. اذا راه الدليل على ذلك راهم جابوا الماده 112 و115 من اجل جبر الضرر ديال هذه الفئه اللي فعلا استفدت اول مره، هي الاولى اللي كانت لها الاسبقيه في استفاده من الماده 112، ولكن للاسف اللي تقاعدوا منهم طبقوا فيهم الحصيل السنوي واستفدوا فقط الناس اللي استفدوا من الماده 112 اللي جاوا واستفدوا ترشحوا يعني من بعدهم في بالماده 112 وبقوة أو بالامتياز اللي كانوا يعطوهم ديال الأقدمية العامة، يعني خذاو منهم المناصب المالية ودرجوا على المشكلة ديال المناصب المالية الاعتمادات المالية في 2004-2005 وبعد تهريب الملف وبعد فبركة الملف احتسبوهم هما فعلا اللي تضروا واعتمدوا هما كضحايا نظامين. وفعلا راه شفنا الحل اللي كان مؤثرين فيه فعلا، وهم دوك اللي الله يعني ترقاو في 2010-2011 هما اللي كانوا مؤثرين جدا، هما اللي تقاعدوا بعد 2016 في الوقت اللي كانوا تيقولوا مزاولين وما ليسوا بمزاولين، و بقوة التأثير ديالهم وبقوة الناس اللي كانوا يسهلوا لهم المأمورية إلى آخره، احتسبوهم يعني أنهم مزاولين للأسف من 1/1/2015 في الوقت اللي تستروا بأن المزاولين، راه الكل تيعرف هذا الشيء، أن المزاولين راه تيبداو من تاريخ النشر ديال أي مرسوم في الجريدة الرسمية. وتنعرفوا بان هذا البرسوم ديال جوج 19504 راه متنشر 23 جوان 2019، وراه الجميع يعلم ما يمكنش لينا نضربوا الشمس بالغربات ان المزاولين راه تيبداو من 26 جوان 2019 بالنسبه لمن يسمون انفسهم ضحايا النظام. اما هادو اللي كانوا مؤثرين والناس اللي كانوا تيديكاجو لهم لابيست واللي تيسهل لهم ماموريه وهما راه كانوا فعلا خارجوا بها تصرحوا بها، هذوك المؤثرين اللي كانوا تاثروا في هذاك الحل ديال هذاك الملف واللي كانوا هما اللي توجهوا الحل ديال الملف حتى خرجوا بذاك الحل اللي تيرضيهم هم فقط واللي تيخدم المصلحه ديالهم هم فقط واللي الاعتماد المالي فقط استولوا عليه هم. وحنا غادي نرجعوا للاعتماد المالي بعد شويه غادي نرجعوا ونشوفوا الاعتماد المالي والتأثير ديالو. إذا أثروا هما وخذوا هذاك الاعتماد المالي
ورجعوا فهموا الوزير وفهموا الجميع بان يعني كما تنقولوا كما بإشارة واحد الاخ كنت جاوبت لي على القضيه ديال المنصب السيادي ديال الوزير اللي كانت يعني به يعني منصب سياسي فعلا انه يقدر ما يكونش ملم بهذه المسائل خصوصا تعليم ابتدائي. تعليم ابتدائي راه هو بحر بحر ولا يفهم الا الذين يحسنون السباحه والغوص في الاعماق، وهذوك اللي في الموارد البشريه راه يحسنون السباحه والغوص في الاعماق لانهم كلهم هذوك اللي كانوا مشرفين اللي كانوا على راس يعني اللجان التقنيه وذاك راه كلهم ترعرعوا في احضان الموارد البشريه وجابوا جميع المصالح حتى ولا مديري اقسام الى اخره ومديري المديريات الى اخره. اذا راهم يعرفون الشاده والفاده ويعرفون من اين يبدا تاريخ ياسين المفعول، وتعرفوا يعني المزاولين شكون، وتعرفوا المتقاعدين شكون. اذا كل اللي تقاعد قبل من 26/2019 تعلموه وجد واليقين علم اليقين بانهم راهم متقاعدين راهم متقاعدين. ودائما الاداره كانت تشهر الورقه ديال يعني الترقي من حق المزاول النشيط، هذا شيء ماشي من حق المتقاعد. في الوقت اللي الضحايا الاصليين اللي قلت من افواج 2003 2004 2005 ضحايا الماده 112 كانوا مستوفين جميع الشروط ديال الترقي قبل ما يتقاعدوا اولا، وكانوا مقيدين جداول الترقي قبل ما يتقاعدوا ثانيا، وكانت اللوائح ديالهم ديال الترقي ديالهم من درجه ثالثه الى درجه ثانيه افونسمون تروازيام كراد دوزيام كراد لوائح صادره لليست. ورغم ذلك طبقوا فيهم هذاك الحصيص السنوي اللي ما تيطبقش على المتقاعدين يعني، وما تيعلموا هذا الشيء ان المتقاعدين تديرهم دي ليست وحدهم وتيدوزوا خارج الحصيص. في الوقت اللي هادو يعني افواج 2003 2004 2005 حتى المتقاعدين يعني قصوهم بالحصيص السنوي في يعني في واحد السابقه. اذا هادو هما اللي فعلا ضروا من النظام الاساسي ديال 2003 وضروا من تطبيق الماده 112 على المتقاعدين، ورغم ذاك الشيء ما رحموهمش ما عقلوش عليهم ومشاو في الدرب ديال المؤثرين مؤثرين المتقاعدين اللي كانوا مؤثرين في هذاك اللي كانوا موجهين وكانوا يعني ان كان عندهم اللي تيديكاجي لهم لا بيست اللي كانوا تيقولوهم دائما المصادر الموثوقه كانوا تيديكاجو لهم لا بيست سهلوا لهم الماموريه ديالهم حتى انهم يعني خداتهم يعني العنوه بانفسهم ولاو طيطين في نفسهم حتى ولاو تيقولوا النقابات يبقاو بعاد ما يسجلوش هذا الملف ويبقاو بعاد عليه راه تحل. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا ان فعلا المتقاعدين اللي كانوا مؤثرين هم اللي استولوا على هذا الملف فعلا، لان الحل اللي جا به المرسوم كان فعلا ديال المتقاعدون المقبلين على التقاعد بدايه 1/1/2016 بلا ما نرجعوا للناس اللي كانوا قبل راه كانوا يعني مقصيين ورجعوا تاني اليوم قبل الى اخره وداروا هذاك الهم الكحل خارج القانون ما غادي نرجعوش. غادي نرجعوا على واحد الاخ اللي استرعى واحد التساؤل داروا وتيقول لك المستحقات المستحقات يعني تيتساءل عن المستحقات وتيعني بها المستحقات هي الناس اللي ديال 2021 يعني اللي كانت من المفروض خصها يعني يستافدوا في البدايه ديال 2021 وهما جميع الناس اللي باقين تيتسالوا الترقيات سواء في الدرجه سواء في الرتبه سواء في اي مستحقات اخرى يعني تتعلق بالترقيات. هنا غادي نرجعوا وغادي راني كنت شرط هنايا لان سابقا ان الاعتماد المالي يعني تيتحدد سنويا خاص بالترقيات، وهذاك الاعتماد المالي هو اللي كما عطيتكم المثال ديال قبل
قبل لا ضحايا المادة 112، هما اللي قلت لك كانوا تيجوا تيكون كل عام تيكون اعتماد مالي سنوي خاص بالترقيات، فتيجوا هذوك تيكوشوا عليه كما قلت انا في 2003 2004 2005 كانوا اصحاب السلم 11 تيجوا تيكوشوا على هذاك الاعتماد المالي، لان منصب واحد ديال الترقية 11 تيساوي 4 تقريبا ديال المناصب البالية ديال اللي تيترقى من 9 ل 10، وداك الشيء اللي بقى الفتات اللي بقى تاني تيجوا تيعطوا الامتياز ديال الأقدمية العامة هذوك القدام اللي قبل من التوظيفات ديال قبل 80، وتيستولوا لك تاني على داك الشيء اللي بقى، وفي آخر المطاف تيقول لك اسيدي راه حنا طبقنا الخطة وراه حنا نتوما يا مصلطوش العتابة والاعتماد المالي إلى آخره، في حين أن هادو اللي جابوهم من بعد اللي دركايا هما اللي استفادوا وكانوا أكثر استفادة هما فعلا اللي كانوا خداو هاد المناصب المالية، هما اللي تقاعدوا من بعد 2003 2012 و2016، يعني على الحظ ديالهم أي واحد كان عنده الحظ وتقاعد بعد 2012 ولا متحينة الوضعية ديالو الإدارية، وخا يلا ترقى بسنة تقريبا اللي ما ترقت 2011 ولا تقاعد بعد 2012 راه ولا مستافد، يلا ترقى. الناس اللي تكرفصوا اللي تاخرت الترقيات ديالهم فعلا اللي كانوا ما تيدوزوا من سلم الى سلم باكثر من 14 سنه حتى 20 سنه، واللي ترقاو يعني مره واحده فقط خلال مسارهم المهني، واللي ترقاو مرتين فقط هو اللي كانوا جاوا من اجلهم الحل، اللي هما اللي كانوا باقي المزاولين ابتداء من 2019، هما ذوك اللي كانوا توظفوا كما قلت سابقا من 1980 الى 1986، في الوقت اللي لقينا الناس اللي كانوا يلا دايزين وكانوا سارقين اعتمادات ماليه والى اخره، ودايزين غادي 6 سنين، دايزين 4 5 مرات وزادهم 5 7 8 9 10 زادهم 11، وكانوا يتبجحون وتيقولوا سيدي حنا هذا الحل راه حنايا جنا اللي جنا، والناس راهم داك عندنا تيعطونا مباشر وغادي يوقعوا لينا لا اله الا الله محمد رسول الله. تجاوزات بالجمله واعتراف بالجمله بانهم راه كاينين اللي تيعطوهم يعني حتى الوثائق مباشره يعطوها لهم كانهم يتفاوضون معهم بطريقه مباشره، في الوقت اللي الاداره تقول لك حنا ما تنتفاوضوا الا مع النقابات الاكثر تمثيليه لانها هي مؤسسه الوساطه بكل بساطه. اذا حنا نرجعوا باش نجاوب على الاخ ديال الاستحقاقات، يعني اخي من المفروض ان الاستحقاقات الماليه خاصه تصرف خلال هذه السنه ديال 2021، لانه بكل بساطه من داروا يعني السنه الماليه ديال 2000 الاعتمادات الماليه اللي كانوا عطاو الوزارة التربية الوطنية في هذا القانون المالي ديال 2021، راه السيد الوزير خرج وقال صراحة انها راه ترصدت 660 مليون ديال الدرهم بالنسبة للترقيات. إذا هاد 660 مليون ديال الترقيات راه خاصها تصرف خلال هاد السنة ولكن ما خاصهاش تفوت في جميع الأحوال، ما خاصهاش تفوت يعني ما تفوتش آخر السنة الحالية، ما كاينش 22 خاصها تصرف خلال هاد السنة. المشكل اللي تيديرو وتيكون تواطؤ، علاش تنقولو كاينين جوج الحوايج اللي هما دائما تيلجؤوا ليهم وتيضيعوا الحقوق ديال، اولا كانوا بالنسبه للقوانين والمراسم
التأويلات الخاطئة ديال الإدارة ومتعمدين تضيع الحقوق ديال الشغيلة سواء المتقاعدين سواء المزاولين. وبالنسبة لهذو جوج الحوايج، الاعتماد المالي والأولويات، هذا المشكل. هل الاعتماد المالي دركا مثلا الترقيات، ملي تدار الترقيات راه قبل ما تتصدر المراسيم راه تيوفروا الاعتماد المالي، تيعتمدوا يصدروا الاعتماد المالي، هذا هو الأصل، يعني إصدار الاعتمادات المالية الخاصة بهذيك الملف. مثلا عندنا ملف ديال الترقيات إلى آخره، بحال الملف ديال ضحايا النظامين، راه تصدروا تداروا الاعتماد المالي ديال 19 مليار اللي دوزوا هذوك اللي كانوا دوزوا. إذا فلوسهم كانت موجودة، إذا علاش ما تصرفتش؟ كان المفروض أن في 2019 خاصة تصرف، دوزوها خلوها حتى 2020، جات هذيك الجائحة وقفوا الترقيات، يعني صرف الترقيات هذيك. المهم نقولوا حنا راه كانت يعني وضع استثناء، ولكن في 2000 ملي كانوا تيديروا يعني القانون المالي ديال 2021 راهم رصدوا 660 مليون درهم خاصة بالترقيات. ورئيس الحكومة قال صراحة بأن في يناير 2021 قال لك راه غنبداو نصرفوا، خاصهم يصرفوا، وكان خاصهم يصرفوا قبل شهر 6 كما توافقوا على ذلك. ولكن المشكلة اللي كاينة هما ديك القضية ديال الأولويات، ما تيولي يشوفوا أولويات ديالهم أخرى، ويولي يقدر يهز الاعتماد المالي دي خاص بالترقيات ويقدر يقاد به شي حاجة أخرى بالنسبة لي عنده أولويات. لماذا؟ بكل بساطة لأن هاد الشغيلة ما كاينش اللي تدافع عليهم، لأن النقابات راه هي اللي تدافع، خلي عليني من التنسيقيات إلى آخره. الناس اللي خاصهم يدافعوا عليكم، اللي خاصهم النقابات اللي خاصها تدافع، وخاصها الاعتماد المالي خارج فلوس خاصها تصرف للمواليه. وجايين واحدين اخرين تيقول لك راه قالوا رومبورتي حتى 2022، علاش تيدير لها اومبورتي وهي الاعتماد المالي خرج ديالها 660 مليون خلال 2021؟ اذا خاصها تصرف في 2021، لان تنعرفوا حنا نهار 20 شهر 12 من كل سنة، مثلا في 2021 نهار تقريبا 20/12/2021 راه غدار واحد لوديت المالية كاملة، داك الاعتمادات المالية كاملة اللي تعطات لوزارة التربية الوطنية اللي هي تقريبا 72 مليار، غادي يقولوا كل حاجة في المشات باش يجيبوا لك ذاك أزيرو، باش يجيبوا ردوها أزيرو. هذيك 72 مليار راه يبقاو يديروا لها واحد لوديت، وهذه فين مشات هنا وهذه مشات هنا ومشات حتى يبقى زيرو. و 660 مليون الدرهم اللي ديال الترقيات اللي خاصها ترصدت، يعني راه كاينه خاصها تصرف. اذا فين مشات؟ فين غادي تكون مشات؟ ان في لافان ديال السنه هذه راه غادي عفوا غدير لوديت، وغادي هذيك 660 مليون درهم شوف فين غادي يديروها. ما هنا فين تتبقى مشكله الاولويات؟ تقول لي حتى 2022، علاش 2022 الاعتماد المالي خارج ديال الترقيه؟ مادام خرج راه فلوس خارج خاصها تعطى الماليه، خرجت تعطى الماليه، علاش رومبورتي؟ وغادي يشوفوا بنادم تيقبل تيجي الصناب تيقول رومبورتي ما كاين حتى شي مشكل ديال صافي، مادام انت قابل وساكت راه يخلوا لك حتى 2030 ما عندهم حتى اشكال. من المشكله ديال النقابات ماشي قويه باش تجيب الحقوق للناس، الا كنتو تدخلوا غير في التنسيقيات، والتنسيقيه تيجوا تيسنوا لكم، دوزوا من 2018 ما بغاوش دخلوا سيسوا هذه المسائل،
راسي من خارج انا 2018 قاموا بغاو يوقعوا عليها اعتمادات ماليه خرجت 19 مليار ديال ضحايا النظام راه خرجت في 2019 فين مشات؟ وعاود كل سنه راه تترصد 2020 غترصد ثلاثه هي الماليه ديالها ديال الترقيات فين مشات؟ والسنه ديال 2021 غترصد 360 مليون درهم خاصه بالترقيات. بدينا نشوف تما فين باغيين يدوها هنا فين تتبقى المشكلة ديال الأولويات. الاعتماد المالي السنوي هو الأولويات، هذا هو السؤال اللي مطروح. أما مستحقات خاصة بالترقيات سواء في الدرجات ولا في الرتاب خرجت ترصد 360 مليون ديال الدرهم، يعني خاصها تصرف خلال السنة. داك الشيء علاش ملي سولو تاني هذاك بن عثماني راه قال لهم باقي العام ما كملش، باقي العام ما كملش. اذا الا بغاو هما يجيبوها هذه شوف فين دوزوها فين يدوزوها يعطوها شي اولويه ديالهم. تقول لي انت 2022 زعما راه هذه 660 مليون ديال الترقيات راه في مشات الخاصة ديال هذا العام ماشي ديال العام الجاي. اما 22 راه هذاك في القانون المالي ديال 22 وربما تيديروا رومبورتي حتى تيجي الجديد اللي يخلصوا به القديم. يجي الجديد اللي يخلصوا به القديم، لا خلصوا به القديم. ولكن الناس تيتسالوا من 2019 ولا ما عرفتش راه الترقيات راه اول حاجه الاعتماد المالي سيدي تتوفر الفلوس اللي تيخرجوا لك الترقيه ديالك. اذا مادام توفرت الفلوس علاش ما تتصرفش في نفس السنه؟ لان الترقيات كما قلت الاعتماد المالي سنوي خاص بالترقيات، راه خاص كل سنه بدون تاخير. مادام فلوس كاينه ترصدت قبل ما ترقي بنادم خاصك تخلصوا. لا جا الوزير داك النهار قال لهم واش حنا غنبقاو نديرو الترقية من اجل الترقية، يعني الفلوس ما كايناش ونبدا نرقي. اذا يعني ان هادو اللي ترقاو كلشي الاعتمادات المالية ديالهم كاينة، اذا خاصها تصرف. ولكن المشكل ما كاينش اللي يقدر يوقف في وجههم ويخليهم ويجبرهم باش يعطوكم فلوسكم. لان النقابات ما بقاتش هذا القوة اللي كانت في السبعينات، ما بقاتش اصاحبي ولا الثمانينات لا الدركية يعني تنسيقيات تجي تتسني لها النقابة وتدير وقفات، وقفة تابعة وقفة ودقة تابعة دقة، وكما قالوا ناس الغيوان وصافي غادي الامور تتكمل العام الدراسي. اللي يمشي خيم يمشي خيم، واللي يمشي يقضي غرضو اشغال ديالو يمشي يقضي اشغال ديالو وتعاودوا ينعسوا ثاني يمشوا تبدا ثاني السنه الجديده ويجي يديروا ثاني برنامج نضالي فرقوه يوزعوه عبر السنه ويبقاو غاديين ضر الرماد في النعيون تتكمل ثاني السنه الاخرى وغاديه. ولكن ما كاينش شي مخرجات شي نتائج في اخر السنه. درنا وقفات احتجاجيه اخر السنه تقييم ديالها اشنا هي النتائج، ما كاين حتى شي نتائج. ماذا افضت؟ شنو هي المخرجات ديالها ديال هذيك الوقفات السنويه؟ ما كاين والو. ثلاث سنوات من 2018 المراسم كاين، اش قدروا يديروا؟ والو، ما يديروا حتى حاجه. شنو الدور ديال النقابه؟ ما كانش يعني تجيب من 2018 من 2018 المراسم كاين وما قدروش يخلوهم يجبروهم باش يخرجوا هذوك المراسم كما كان تيقولوا خاصها تخربيشه، يعني راه سينياتيري رئيس الحكومه. والغريب في الامر ان رئيس الحكومه المراسم كاينه واستحقاق هاد المستحقات فلوس ديال الاعتماد ديال المال كاينه
وكورقة رابحة بالنسبة ليه في الانتخابات خصو يصرف المستحقات، ورقة رابحة خصو يصدر مراسيم، والمراسيم كاينة خصها التوقيع ديالو، ورقة رابحة بالنسبة ليه. ولكن تشوفوهم تي رومبورتي داكشي ما وراء انتخابات، ربما جلدوا الدات، ربما تواطوا، ما فهمناش هذا الشيء، كملوا من روسك. يعني عدة تساؤلات تطرح، و نستودعكم الله. هذا دردشة ومشاركة يومية احتراما للإخوان والأخوات يعني اللي تناضلوا بجنبنا واللي تدعمونا واللي تساندونا. نحيي جميع الشرفاء والشريفات اللي تساندونا وتحيونا وتناضلوا معنا تدعمونا وتدعموا هاد الشيوخ. والآن كما قلت راه يوميا لابد أن نساهم بفيديو توضيحي وتعريفي، ومرة مرة ندرج عن الجواب عن بعض الإخوان، سألة بعض الإخوان، لأن نتمنى الخير للجميع فعلا، ولكن من حق دافع ونكشف عن كل شيء ديك التجاوزات اللي جات في هذاك الملف وفي هذاك الحل، اللي قسات الفئة الأصلية ديال هذه المظلومية وعطات كل شيء، ماشي كل شيء عطاته الناس اللي الله دازو وما عندهمش الأسباقية وما عندهمش الأولوية. هذا هو المشكل اللي كاين. كما قلت لكم راه الاعتماد المالي السنوي خاص بالترقيات، راه كل سنة كاين اعتماد مالي خاص بالترقيات، خاصو يتصرف في نفس السنة، ولكن تيشارق في وجهه الأولويات، تيضمصوه في الأولويات، تولي ما عندهم أولويات. داكشي ملي تتكون لجان تقنية وتكون تفاوض بين المصالح الإدارية والنقابات، كل واحد تيضرب على الأولويات ديالو، يشوف الأولويات هي الأولى. فهمت؟ لي دوسيي أبريوريتي ديالهم بالنسبة لهم بدون مراعاة الموضوعية والمنطق في الأولويات فعلا في الملفات اللي خاصها لوجيكمون تكون هي الأولى، تعطاها الأولوية. داكشي علاش السيد الوزير من يجا واكتشف 10200 الملف اللي وصلنا ليه اللي تقاعدوا جميع الافواج من 2003 2004 2005 اكتشف بان فعلا كاين لي ليست، كاينين 10200 ديال هذا الملف راه مخالي ديال اللي توظف بالسابع وبالثامن وعندهم وضعيات اداريه مختلفه، وقال سيكون من الاولويات. هذه لا بقى في كلمته، ولكن نستودعكم الله وتحيه النضاليه، الله يدير لك الخير.